الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم، مرحبا بك في درس آخر من دروس الحماية، وبالضبط حماية أجهزة الأندرويد. ومع ثغرة خطيرة أخرى متواجدة في أجهزة الأندرويد تدعى بثغرة ستيج فرايت، وهي ثغرة تسمح للمخترق أو الهاكر باختراق جهاز الضحية والتحكم فيه عن بعد من خلال ما يعرف بالرسائل المتعددة الوسائط أو المالتي ميديا ميسجز، ما يعرف اختصارا بالMMS. فكيف تعرف هل هذه الثغرة موجودة في جهازك، وكيف يمكنك أن تحمي نفسك من هذه الثغرة؟ هذا ما أقدمه لك إن شاء الله في هذه الحلقة. مرحبا بك مجددا. إذن كل ما عليك فعله أولا للتأكد من هل جهازك مصاب بثغرة ستيج فرايت هو تحميل تطبيق ستيج فرايت ديتكتور. هذه أيقونة التطبيق كما تشاهد معي، هو مجاني ومتواجد أيضا في متجر جوجل بلاي. الرابط أيضا تجده في موضوع الحلقة إن أحببت تحميله عبر الكمبيوتر. إذن نضغط عليه مباشرة، يفتح معنا التطبيق على هذا الشكل. نضغط على بيين أناليزيس، يبدأ في إجراء الفحص. ثم إذا ظهر لك هذا المستطيل الأحمر مع عبارة vulnerable، هذا يعني بأن جهازك مخترق، أو إن صح القول جهازك توجد فيه هذه الثغرة، يمكن للهاكر استخدامها في اختراق جهازك هاتفك والتحكم فيه عن بعد. فإذا كان جهازك مثل جهازي الآن موجود فيه هذه الثغرة، سوف تجده يقول لك هنا Your device is affected by the stage fright vulnerability، بمعنى أن جهازك متأثر بهذه الثغرة المسماة بستيج فرايت. الخطر في هذه الثغرة هو أنها أصابت أو موجودة في العديد والعديد من أجهزة الأندرويد، وقد بدأت بعض الشركات مثل سامسونج وجوجل بإطلاق تحديثات لسد هذه الثغرة، لكن فيما يبدو بأن التحديث لم يصل إلى جهازي الآن، وبالتالي فهو ما زال معرضا لخطر الاختراق عبر هذه الثغرة. إذا عرفنا الآن كيف يمكنك معرفة هل هاتفك توجد فيه هذه الثغرة ومعرض لخطرها أم لا، نأتي الآن إلى كيفية الحماية من هذه الثغرة. أول شيء ينبغي عليك القيام به هو تحميل برنامج حماية قوي. أنصحك بتحميل برنامج أفاست، هو متواجد في البلاي ستور أو متجر جوجل بلاي، فقط اكتب أفاست وسوف يظهر لك البرنامج كما أنه مجاني. ثاني خطوة من خطوات الحماية وهي الأهم، هي خطوة تعطيل الرسائل متعددة الوسائط أو ما يعرف اختصارا بالMMS. إذا نذهب إلى تطبيق التراسل الافتراضي في هاتفك، بعد ذلك تضغط على أيقونة الإعدادات هنا في الأسفل، ثم تختار Settings أو Parameters أو إعدادات أيا كانت اللغة. بعد ذلك تبحث هنا عن الوسائط أو الرسائل متعددة الوسائط إن صح القول. الترجمة الصحيحة لهذه الكلمة هو Multimedia Message أو Messages كما تشاهد معي. إذا وجدت هذا الخيار عندك Multimedia Messages وكان بإمكانك الضغط عليه والدخول إليه، فقم بالدخول إليه وابحث عن هذا الخيار كما تشاهد معي Auto Retrieve، يمكنك أيضا أن تجده هنا. المهم ابحث في هذا المكان عن Auto Retrieve وقم بإزالة التأشير من هذا المربع من هنا، وبالتالي فقد قمنا بتعطيل هذا النوع من الرسائل. فهذه الطريقة التي يمكنك من خلالها حماية نفسك من هذه الثغرة الخطيرة جدا. هذه خطوة احتياطية ووقائية يجب أن تقوم بها إلى حين صدور التحديث المناسب لجهازك. احرص دائما على تحديث أيضا هاتفك، ويمكنك دائما العودة إلى التطبيق وعمل فحص لمعرفة هل تم وصول التحديث إلى هاتفك وسد الثغرة أم لا. فإذا وجدت دائما هذا المستطيل الأحمر مع هذه العبارة، فيعني بأن التحديث لم يصلك بعد، وبالتالي فيجب أن تترك هذا الخيار Auto Retrieve معطل. أما إذا وصلك التحديث والتطبيق أصبح يقول لك بأن جهازك سليم أو محمي من هذه الثغرة، فيمكنك آنذاك أن تعيد تفعيل خيار Auto Retrieve. لا تنسى الاشتراك في قناة مشروح الأولى.
وكذلك القناة الثانية للبقاء على اطلاع بجديد القناتين، ثم الانضمام إلى متابعي ومحبي مشروح على الفيسبوك، ثم زيارة موقع مشروح للبقاء على اطلاع بجديد الحلقات والمقالات اليومية.